كابتن سعيد. ايوه يا ريس، معاك. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا وسهلا، سلم يا ريس عليه يا ريس. الله يكرمك. كابتن سعيد، انت كنت كابتن المقاولين في نهائي افريقيا في مباراه 84. ايوه تمام كده؟ تمام يا ريس. الماتشين، اولا لعبتوا الماتش الاولاني وانتوا عارفين انه مباراه الاهلي ولا ما كنتوش عارفين؟ يا ريس هم قالوا لنا خليني اكلمك بصراحه. احكي القصه الكامله بقى. انا هقول لك يا ريس بصراحه. اتفضل. احنا اساسا كنا هنلعب ماتش عندنا في القاهره اللي هو بتاع الاهلي، وقلنا عايزين نلعب الماتش الثاني في الاسماعيليه او في بورسعيد. تمام. اتحاد الكوره رفض. قال لك لا، المباراه الاولى دي بتاعه الاهلي، المباراة الثانية بتاعة المقاولين. تمام. المباراة الأولى طلعنا 0-0، والمباراة الثانية طلعنا 1-1. ده الاتحاد الأفريقي تقصد؟ اه. اه طلعنا 1-1 المباراة الثانية، اللي ناصر محمد علي جاب الجون والخطيب جاب الجون الأولاني اللي هو عملها له بالعرض محمد عادل. بالظبط. وأنا الجون بتاعي رفعته طويلة لناصر محمد علي، طلع عليه الله يرحمه لا ده مش لا ده كان إكرامي. اه وعملها من فوق كرامو وطلعنا 1-1. اه طيب، بس انا عايز لما يا ريس اتفضل. معلش انا عايز اقول حاجه برضو للتاريخ. ايوه. احنا لما لعبنا افريقيا ما كناش خدنا بطوله دوري مصر او كاس مصر. ايوه. كان الاهلي خد بطوله الدوري وبطوله الكاس. ايوه. فهو الاهلي دخل بطوله الدوري وساب لنا بطوله الكاس. أيوة. انا اللي بعديها الاهلي دخل معانا في بطوله الكاس. أيوة. قابلنا يعني. أيوة. هو زي ما دخلنا في افريقيا طلعنا برضو من افريقيا الاهلي. الاهلي هو اللي دخلك هو اللي خرجك. ده عكس برضو اللي قاله ان الاهلي ما دخلش كبطل. هو الراجل قال لك الاستاذ محمود معروف الاهلي ما دخلش كبطل بس جابوه كده. لا يا ريس، احنا وصلنا نهائي. كان الاهلي بطل الدوري والكاس وبيفاضل يختار يلعب في انهي. صح كده، فاضل واختار. طيب. دوري وبعدين ساب لنا احنا بطولة الكاس، فاحنا دخلنا بطولة الكاس بدون ما ناخد الكاس. كان رئيس المقاولين وقتها صلاح بيه حسب الله، الله يرحمه. ايوه صح كده. انتوا لعبتوا وانتوا عارفين ان المباراة يعني الأولى بتاعة الأهلي؟ ايوه يا ريس، أمال إيه؟ المباراة الأولى. الكلام ده يعني ما عملوش النقاوة بعد الماتشين، قال لك خد يا ريس ده ينفع. هو عايش عالم افتراضي، اللي قال الكلام ده عايش عالم افتراضي. كابتن سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك اولا على تواجدك وحرصك على انك تكون موجود معانا، وانت كنت لعيب عقر وحاجه بسم الله ما شاء الله، يعني اللي ما شافكش فاتوا كتير. ثانيا نشكرك على صراحتك وحرصك انك تقول الحقيقه، وده مش غريبه على كباتن بحجم الكابتن سعيد الشيشيني.